أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل أنفقوا ضوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون درسي نوحو كب الله بنا يا آية دا كنتن إيا صدحات سورة التوبة كمدعة منافقين تا آيديه فضيحين آية إيان كود حجرنا منافقين تا وحأي بحيان إنا لقا أقبلينين أيو إلهي ترماما يا محير آساسك إيمانك أها يا كبري وحالي الملكة قلوا حات كتر هذا النبي ومنافقين تا وحات كتر هذا أنفقوا بحيا طوعا طائعين إذنكو أقل أو كرهن أما إذنكو لذنكو قصبي بحية لن يتقبل لإذن كأقبل مايو منكم إذن كوحي عبد حسين لإذن كأقبل مايو إنكم إذن كنتم محاذا هاتين قوما قلوا فاسقين الضاع هذا إلهي كبحضي إلهي وحوقفك كأقبل صدق ديسة إيا سلاة ديسة إيا عمل كيسوى ناكسا مركو يقف تقي وعلك عبصلا إنما يتقبل الله من المتقين إلهي وحوقفك كأقبل ضدك ألك عبصلا إيو كأقبل لكن منافق قلبك كجرهم صدقتي وبحيو وح لقى أقبل مجرته صوبت محيطها متقين تكمل لها إلهي كمون عرسان هدو إلهي كعرسان منافق ما بقول النقدين بقى مركب قلوا حاتر هذا أنفقوا بحية ضوعا إذنكوا أقل أو كرها أم إذنكوا لذنكوا قصبي صدقة بحية أما كوب بحية يعني إذنك سرعة يعني أوقع عسنتهم أما قصب يا عبسي المؤمنين كعرسان إنسان زكلها إذنك قصوا قادين وحي أد بحسان بقى لن يتقبل منكم لذنك أقبل مايو ومحالو أقبل واي إنكم إذنك كنتم محاضة هاتين قوما قلوا فاسقين دعا إلهي كبحضي أياد هاتين وما منعهم كمن ريبايو أن تقبل إلا أقبل منهم أيها نفقاتهم وحي أي بحيين إلا أنهم إلي أيها كفروا بالله وبرسوله وكاس إلهي تذكر إسكما الظلميو فروحوا حلب بحي وحاق لقى أقبل مايو يعني أسوى حبا أنصمين إلهي إليه مايو وحالو أقبل إلا أيها أيها الشيوى وحي إلي مادين وحال مركب وما منعهم أمدين كمعلنين أن تقبل إلا أقبل منهم أيها نفقاتهم وحي أي بحيان وحاولوا ديدي أو لو أقبل واي إلا أنهم أيها كفروا بالله إلهي بيكو كفريان وبرسول رسول كيس أيكو كفريان ولا يأتون الصلاة صلاة إيمان مايان إلا وهم كسالا أيها وهسنايا أم عاجز وكجر مؤغي ولا ينفقون صدقان مبحين عيان إلا وهم كارهون أيوة أو نعب أو صدقات بحنتها أي تبيسو أي بحنايان منافقين تواساس لكن مؤمنين تواساس معها إلى رسولك سيره ميسين صلاة يعني عاجز يكما إيمان عيانا صلاة خشوع أي كتو كنايان قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون بحنت أي بحنايان صدقة أي بحسن عيانا أيوة نبسنا ما بحنايان أيوة كفر حسن أي بحنايان وقفك مؤمن كعب مالك أودت كالمايو أودت كوحقبته مالك أسوء فرح بديه maalinkii ay uno waxba qabanin oo dad uusan ka farxinin maalinkaasi wuxuu dareemayaa inuu san waxba qabanin laakiin maalinkii ilaahay fursad u siiyo qadaa xawaaj muslimiin muslimiinta danahooda inuu u gudo maalinkaas waa maalinka ugu farxad badan waxa ay muuminiintu marka bixinayaan nacayb ay nacaayaan oo maxaa u bixiyaan oo ma bixiyaan jacayl iyo xamaasad ayay u bixiyaan oo ilaahin ilaahay inuu naga aqbalo ayaan rajaynayna oo sadaqa ilaahay abtiis ayaan ugu tageyna wama tuqaddimu li anfusikum min khayrin tajiduhu inda allah هو خيرا وأعظم أجرا لكن منافقين تاني سيفون كذو حاكم ذا صلاة وهس أي كتو كنايان ولا ينفقون مبحنايان صدقاء إلا وهم كارهون أيوة نعايا أما إبسانا يمؤوهيم فلا تعجبك هذا بيسونك عجب قلين أموالهم حوله ولا أولادهم يعفورت هذا يعني قفك مؤمن كعا وحال الرباء مركة وفكرة أو يعني همي قلين أيو إنو في يقفك ك يعني عبادة بدن حاجة دين توقف بدن قفك وحالي هذا حاجة آخر مرك لقاها اللهيو دين تحاجة الروح كعجس الرئي أما كعجه الرئي كاس أمفيري سياد وجوديتي الدنيا دنا روح كاه سيا فيري سياد أجرت النعمة الإلهي أكسيه مرك هديلا أعرف قال الله أو حقا إسوير آدم تاعي قفك مو مك وحال جربه إنه سنكف كن أصلا يكواني مال كاس هي سوانا قاله maxaa aniga maal aan u heli waayo oo ani maxaan faqeer u ahayo maalka gaalada haystaan oo kale maxaa la ii siin waayo si aan yaan qof uuna saa u dhihin yaa waxa loo tilmaamayaa maalkan gaalada haystaan inuu ku meel gaar u yahay wax yar oo muddo ah inuu yahay
ووحوين أصنعهن مركي يوسف كعجب قلنا يا لي فلا تعجبك أموالهم مالك يوسف كعجب قلني ولا أولادهم المهوض حررت هذا يوسف كعجب قلني إنما يريد الله إلهي وحورها وحودونا يا ليعذبهم إنه كعذابه بها مالك هذه حررت هذه في الحياة الدنيا نرشى الدنيا قالوا مالك أيها الإنسان مالك هم با أجيب دي وهلاقي دونا أجيب وما يجيب سوون نقض دونا مالك الدنيا دي كعذاب ما يام ومالكي أيا مثلا مر أيا خسارة اللي قلنا يا خساري مركي اللي قليه روحي وبيسدل أيا أما مالكي ترى بدنا أو هيستي يا أنتو كو كبروا يا أنتو الظلم مكو جيستو أيا عقاب أيا الورد أيا مالك مالك أيا كوها لك سما يعني مال وها لك سما وحبي قلب جاجة هؤتاج لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواج منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى إن كفدنا إن أيام أصينا إن في عين معها فلما نصوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون مركي أيلوبين وحي لقوانيهم فتحنا عليهم أبواب كل شيء وهو البهدي سيان أفرني برواقع كبرجين برواقع لاسي معنى هذا معها إن أو يعني أي في عينهم والغصة السبايا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين إنما يريد الله إلهي وحودونا يا ليعذبهم إنه كعذاب بها مالك يعرور طوضة في الحياة الدنيا نرشا الدنيا وتزهق أنفسهم نفطوض أي بحضة أو أي دمتو وهم أيضاً كافرون قالا خسارها أقوينا وقالما أولغون انتو الدنيا لبعتها يظروفتها وعلاقة بحايا لكن قالما روحي كرد انتا نار جهنم انتي اللي قرهدو مال أي كرد ما تانا عن لحين أيو ولغي ماشا سكجرايا مركا كواني يعني كوا عاد لا يابتو أو عاد تمنسو ماشا أي جوغان إنها جوغتو حاسكو نقونين يعني داد بان باقالا كوفي النوبي أو حوغانا دلالاك أي حيستان يا وحايد جعلادين إنا يسلوك انتي لان نقضان يا مركا دبا أردينو سي أي وحوغي حلان مركا قارا دبا أرد كاسي قفت لأد دبا أردي ساي وقف قد كسي سعودة وقف هلا كسي سعودة نفتو دو حي بيح دون تأيغو قالا وين خسارة مركا داد نوع عاسم وحل التمنيو أولي لها الله إيغو كلايا إيغادنغا معها إيمان كان وحلقو قدان كان مجلو لعكستو أدونك والغو سينالو لهذا إيمان كان لقاقب بدلو وحل ييري كرمها إيمان كان إيار سمال إنواء إسلام كان إيار سمال إنواء دين كان إيار سمال إنواء وحكا لورقاني ووح خساره لقصو كبان كانو لكن إيمان كان إسلام نماذا يدين تخساره كاسو قاراي كبشم ماله داد كاس الدور داية قال الآنم هل كاسو يكون رمادا أدونك هو الوعذاب يا ومر والمحمد قال لنا أيوه عذر روح باك الدلاعي دبيل أيها كل فتي دوفانا كسو صعودة دادكي والاق حنايا وعنا جيلها يقولون يسا دبيشو مالك أدونك لو يكون عذابيهم وتزهق أنفسهم نفط وضنا ويبعي ويقنمن وهم أيوه كافرون وقالا وانا خسارا أقدرا ويحلفون ويدارنا يا منافقين تو بالله إلهي ويقدارنا يا إنهم أيوه منافقين تاهي لمنكم إنا إذنك إذنك مذيهن مؤمنين هداتهم وما هم معي سنهان منكم إذنك إذنك ممت أها منافقين تو وحيكون دارنا يعني إني مؤمنيهم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون مركوا منافقين تاهم ما دام السواد الأعظم كان أي مسلمين تكون نحن جيران وأي مساجد كجوغان وأي معنى مسلمين تحت دقيهم دار وحيكون مراهم مؤمنين أيان نهي إلا أحد ما مؤمنين معه لأن المؤمنين ماذا الساس معه نفاق أو الله جلاهم أو مرنا قال الله تجايجا مرنا مؤمنين تلا إيمانهم وهذه مؤمنين تلا الجوعين الله مؤمنين أيام نهيم مركي مؤمنين تلا قت قال الله تجانا الله مايا أنا وإذا كان الله جرني سداس وإذا قدير يحل مك وإذا خلو إلى شياطينهم قالوا إن معكم إنما نحن مستهزئون هذه مؤمنين تقتلنا وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلو إلى شياطينهم قالوا إن معكم إنما كن نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيان يعني مركي منافقين واسداس ويحرفون ويقارنا بالله إلهي بيكون قارنا إنهم أيوه أو منافقين تعيم لمنكم إذنك إذن كمديهين وما هم معي سنهان منكم إذنك إذن كمان مدها وحن أي شيئان إذنك إذن كمان نهي محاكا كيناية ولكنهم هسي الشيء قوم قول أيها هذين يفرقون عبسان عيان عبسون باكا كينيسو حينين هداد قالا نهي أدبناك اللي استالتان سيفت مسلمين تأذن كون عيسى سيبرك سيفت مسلمين تأذن كبتان أفكا وحد كتر هذان والله مؤمنين تأيان كم من نهي نارتاس بين تاعة أي مكو حكالي كان قاشان أي كقبت بالان مؤمنين تأي اتخذوا أيمانهم جنة
فسدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون. يعني وحي كان دارتا سبينتا قاشان أي كوكا بلان مكا عبسي أي كيني سيني إلى هذا إني كان كم النهاية إيمان أي رميسيين دين تهين ما أهب منافقين توحي كسي فيسين لأن دي دين ترميسيين لهايين دين تهير قليل لهايين مؤمنين ونكسين ينقل لهايين قال الله صاحب لما أين أحادين وحي مؤمنين تهي صاحب لأهان لهايين لكن وادد منافقين أهو من أي بنانك إيسا صوت نقان أو وحوض عديستان ميلا لأنه حي كعب سنة دلوينه إنه يكوك عانو أي دهان كوان منافقين تا محي أنه نوع حكومة آيان منافقين تا محي نولجوه غان سي مركا أن لوط نباتينين ويا عب سنة آيان مركا سيطار وحيكوما رأي إنه مؤمنين تا كم ديهن لكن إلهي أساء إياه يقان ذاتك وحوض منافقين تاسي إذن كوان بلها إذن كوان وما هم منكم إذن كوان بلها ولكنهم قوم قلائيين يفرقون عب سنة أي عالين لو يجدون هدي أي هيل الهايين منافقين تو ملجأ لفيس دي هيل الهايين مال أي كونغا بلان أو مغان قلان أو مغارات أما قلت هدي هيل الهايين قد سيدي تكولشكي أما دمان قالي قد أي قلان هدي هيل الهايين أو مدخلا أما مال كالو أي قلان أو إذنك أي نكاك بحسن هدي هيل كران لولو ويجيسن لهين إليه حقيسا وهم أيقو أو يجمعون الدقدقة أيام منافقين تو إيمان ماله وحاله هدي أي هيل كلام فرصة أي إذن كجت كان إذن ك أو أي ملك الأذان ويأذي لهاين لكن ملك الأذان تي وين يعني إذن لجوجان أيكو قصبا أذان سي إذن لجوجان وأنا سلا آتين أي أفكار الشيطان إذن إذن كوك الأيام هاي سلود دايو هدي أي ديدان أو شجع وين أو يلاذن قال أيام هاي بنا كل إستعان دقال كقال لغها يو أيام نعكسو جارايا سيما كتاعي وقبت بالان اي افك اسلام لما كشيغان اي سان اهين مالكو حالي كواني وادد ايمانكو دو اساس نغلي او هلاوي او دب اي اولابتين ايمانكو دي كدب ذلك بانهم امنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم مالك وضعي اي كنو ليهين لو يجدون هدي هل لهايين ملجأ مكانو مغن قلد مال اي مغن قلان او مغارات اما قلد هدي هل لهايين او مدخلا اما مال لقلان قولال اسكسو حرا هدي هل لهايين لو ولوا ويجيسن لهين إليه حديثا وهم أيقوا أو يجمحونه أو دقدقايان أي عرر لهينو قد كاس إيه قري لهين لكن قدنا ما هيستان مينجلينا ما هيستان ميلي أذاننا ما هيستان حكو قصبنا هذا المركة أفك إليه إيمان كشاكتان وصنا أي قالك أعظام ومنهم من يلمسك في الصدقات أيضا حتمام إيسان منافقين تطقن كوضا منافقين توح مبدأ أو يرميسيين ملا وحي يرميسيين أو كريعة وحل إلى هذا مادو أما مصلحو أما نعفي وحين لهلو wax la cunay deedayaan wax hadii marka la qaybinayo oo dadka wax la siiyay leeyahay hadii ayaga aan la seenin dad badan in wax la siiyay uma xisaabno waxa ayaga u xisaaban oo kaliya wax ayaga la siiyo cadaaladana waxay u yaqaanaan ayaga in wax la siiyo hadii dadka kale oo dhan la wada qadiyo oo ayaga la siiyo waxa ay cadaalada maanta meesha ka dhacday ayadoo kale ma arkin hadii dadka kale oo dhan wax la siiyo oo ayaga la sii waayana waxay leeyahay xaqdarada maanta meesha wax loo qaybiyay wax la yaab la ayay ahayd sidaas marka aydan u tilmaamaysa oo fadhaxaynaysa say u dhaqmaayeen ay marka waa minhum waxa ka mid ah munaafiqiinta man mid ayaa ka mid ah yelmizuka kuu ceebayni fi sadaqati fi qismi sadaqati qaybinta zakada qaybinaysa nabiyo mid kuu ceebayn ayaa ka mid ah munaafiqiinta fa inu'du minha hadii wax laga siiyo rabu raali bay noqon wa in lam yu'du minha dan waxba laga siinina إذا هم يسخطون ويعرون آيان لقد قلت الله سيداس آيات المفسرين تحيي لدينا النبي صلى الله عليه وسلم أيام ركي وقيمنا غنيمة أو لغسوها لحنين يو حاوي من المنافقين تكمت أقول لي ذو الخويسرة أيام نبي أقيمت مركز الحكوري اعدل يا محمد فإنك لم تعدل محمد عدالت سمع عدالت ما أذن سمعيننا فقال صلى الله عليه وسلم نبي الحكوري ويلك هلاك إن لم أعدل فمن يعدل أنه هدان العدالت سمعينين عدة عدالة سمينيسا وعدة عدة لمك سودكتين ومن المحاكمة من مد أيها كمدة يلمزك كو عيبين في الصدقات قيبين تأذ زكذا أما الصدقات قيبين أيسو مد كو عيبين أيها كمدة ومحور الله كو عيبين ضد يؤمد أمد دولة أيه حسائس الدولة أيه وحبنا نويد على عرنتان وحيابها أمد يعني خلافات يبوغ بلنجري وحاكمة ما دولة يوحى لقيبين أيه مكو حاكم الروح هرتب الإيمان إن لقاه لقاه أورو مايو wax ilaahay oo u soo qoray asaga in la siiyo ruux u diidi kara male waa la siinaya wax ilaahay uu soo soo qorina si kasta haduu u qayliyo si kasta haduu wax u sheegsheego cid wax siinaysa ma ay jid maxay looga qorinba salaad ka samakan ducaysanayno salaad aan tukano
أذكرت أنا خلنا حاكم ذا اللهم لا مانع لما أعطيت إله يوحي أذو عاد السيس عد إجوه الاستاجر تمالة ولا معطي لما منعت عد السين كرتنا مجت يوحي أذو عاد إجعريسي قرآن كنا ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو إله حريص قفك أو أفر أو إلا سي الله تعالى قالي عد أديد كرتمالة وهو إله يسل أقرنا عد سين كرتمالة مرة دي ساستها وحق قرآن كيادة وخرأي أورنا ماضي محال إسوه خلافة ياهو عقدد يعلان يددك أولا كلاجيو لوغا شقينا يا نفاقا يا وحوكينا يا روح إنو أساق أنان إنتو نغضو أساق وحسور ربو أو هدي أساق وحلا سينا أوليه أرنتو ويتوسنتا هدو وحواينا إنو قيلنا يا وحاو قيلنا يا معها دقبا تيسان إيو ومد سيوح لوقف تايو ودن سيلوه رمريا يا مأه أساق وحسور ربو ومنافقين من كتاس إيضا وحالي مركا كواني لقن كوضو حاكم المنافقين تا صدقالي لقايبي أيه كوو عيبينا oo maxay rabaan marka faynuucmo minaha hadii wax laga siiyo oo ayaga ay gaadho sadaqadii rabbo way raali noqonayaan waxa ay maanta cadaalad wax loo qaybiyay wa in lam yuqdo minaha hadii aan wax la siinina oo ay wixii ka dhamaadaan wuxuu ilaahum goortaasi ilaahum yaskhatoon way aroonayaan maanta meesha maxaa ka dhacay meeshan cadaalad kama jirto waxa laga sameeyay cadaalad darro halka cadaalad darada uu sheegay cadaalada uu sheegayo waa asaga wax siintii sameeyay cadaaladii guud ee dadka in wax loo cadaalad sameeyo si wanaagsan wax loo qaybiyo taas ma wuxuu ka hadlayay haday taas tahay way fiican tahay ruuxu inuu dadka baraarujiyo oo ilaansana fiican oo saa hadu cadaalad darro arko ka hadli karaan oo lama diidaayo laakiin waa inuu uga hadlo danta guud oo ummada in wax gaaraan laakiin asoo qaylin hadii la warbakaali hoo waxoogaaga qaado inuu hor intuu ka soo ordayo war meeshan fi ana ayado kalama arkin marka qofkaasi qof dantiisa u socdo way maana dad umadeed uma socdo munaafiqiinta sifadaas ugu yaqaanaan waa loo aqoocilnaa marka dadka noocaas oo kala waxaa walaw annahum ayagu radu haday ku raali noqon lahaayeen ma aataahumullahu ilahi wixii uu siiyay wa rasuulu rasuulkiisa wixii uu siiyay haday ku raali noqon lahaayeen wa qaalu ay dhihi lahaayeen hasbuna kaafigeenu allahu ilahi baa nagu filan سيؤتينا الله إلهي ونسين دونا من فضله فضله سأيو إحنا نسين دونا والرسول رسول كيسونا وحبو نسين دونا إنا أنقو إلى الله إلهي حق سأيان راقبون الرجين إنا هدو ساس أيديه لهايين لكان خيرا لهم ساس أخير بدنان لهي إنت إما لها قيل قيل لهايين ماشن عدالات كمان عن أيكوها إلا هايين أيك وحسور ربين وحا أره إلي دهام وحو إلهي قريم باسعون آية هدين مانتا أنويني بري أيان هيري دونا wuxuu ilaahay ii soo qorayna mehelaayo wuxuu ilaahay ii soo qorayna ruux ii diidi kale ma jiro afkaadan ilaahay oo jaaxay wixii lagu ridi lahaa ilaahay horay ayuu u qoray ruux af kale loo gelin oo afkaaga aan ahayn ma jirto wuxuu ilaahay ku qoray af walba wixii loo qoray waa lagu ridaaya ee waxaan rabaa si wanaagsan in loo shaqeeysto oo fataqullaahu ajmalu fi talab in loo shaqeeyo si wanaagsan ayaa la rabaa maahayna in la boqboqo oo la qeyl qeyliyo oo liiraad meeshan saasay u dhacday saasay u dhacday wax ay taraysan male walaw annahum ayaga raddu haday ku raali noqon lahaayeen ma aataahum allahu wa rasuuluhu ilaahi rasuulki suuxi ay siin haday raali ku noqon lahaayeen wa qaalu ay dhihi lahaayeen hasbunallahu ilaahi baa nagu filan sayutiina allahu ilaahi baa nasiin doona min fadli fadligiisa wa rasuul rasuulkiisa inna anagu ila allahi raaqibuun ilaahi xaggiisa ayaan rajayn haday saas dhihi lahaayeen lakaana khayran lahum saasa oo khayr badnaan lahayd dacaayid iyo wax meelaha la wadwado iyo maxaasan loo yeelay in meelaha la dhadhaho waxa uga fiican ruuxu inuu sabro oo ilaahdo wuxuu ilaahay ii soo qoray waan helayaa wuxuu san ilaahay ii soo qorina ma helayo inama sadaqatu sadaqada ama zakada si dadka loogu qaybiyo si aan la isoo khilaafinba ilaahay baa dadkii kala siisiyay oo u kala qaybiyay oo cid walba wixii la siin lahaa uu sheegay nabi sallallahu alayhi wasallam markan qofkii leeyay intaasi inbu intii siinaya marka wax khilaaf oo meeshaasi ما سوغلاي زكدا waxa iskala marka dadka zakada la siiyo inama sadaqatu sadaqooyinku waxay usulaadaan lil fuqaraa'i dadka fuqarada ah iyo wal masaakiin iyo masaakiinta fuqarada iyo masaakiinta taariif kooda waa isku khilaafa marmar waa isdaba mariya oo waxa leeda faqirka iyo miskiinka yaa daran faal waxa daran faqirka daran faqirku waa qof aan waxba haysininba miskiinkuna waxbu haystaa laakiin kuma filo waxa uu haysto labadaas qaybood marka waa la siinaa qofkii eber oo waxba haysanina sadaqadii waxba laga siinaya ruuxii wax haysta laakiin wixii ayna ku filan oo biinkiisu una gaareynina zakada waa la siinaya oo midna miskiinka waxa ka suratul kaafi yani doontii waxa ka mid ah amma safinatu fakanat lil masakiina yaamaluna fil bahr masakiina waa laga cabaray
دون ويليهن بطي كشا قيسان لكن خرج كسو قلائي باهدو اذا كما في اللو ومساكين مركا مركا مسكين كهرونا وحباق باللعبان فقير كنا وحباق ما هايستو مركا إنما صدقات صدقات أما الزكادو حي أسقناتي أولا سينا للفقراء الفقراء إيا والمساكين إيا مساكينتا والعاملين عليها يكوا كشا قيا وأمور إدارية أو أهمامو كدبتا هايا أو زكادة صو أرورنا هايا قيب أي كل المحيان دان قيب لغسين زكادة سيكو صو أرورنا هايا لغفة إنو وحرب النولا هذا نول أيو باهي مركا وإن مشار لو أقرم زكاة أوصاو أرورنا إليها أبنى قيب تصعيات كلها ذهب والعاملين عليها كوا كوركا ذكاشا قيم والمؤلفة قلوبهم قلوبتها لكوا لصوات دمائي أو يعني إيمانك وضعية ضعيفة وحيب بها هي مركا إيمانك إن لغسيها إن وحرصيه كدب أي مركا إيمان في عنيه لدونام أما وحاكلوا المؤلفة قلوبهم ذلك المسلمين تهدين مرحلة ضعف أي قلان أو قالوا أي كأود بطان سي قالوا أي أجوجوكتو إن يرهدهم العقبة من سينا إناية نطافة oo markaas ay iska sasabaan ilaa ay uga soo diyaar garoobayaan marka mu'allafatu quluubku waa marxalad yaani dhaafi dadku ay ku jiraan oo ay u baahan yihiin intay ka xogaysanayaan inay iska sasabaan ama qof iimaankiisu dhaif yahay inay iimaanka ku sasabaan oo wax iska siiyaan ama mid ka xog badan oo waxa ay haystaan dhan ka wada qaadan karo oo qabsan karo oo jijibin kara intuu kulli wada qaadan laha inay qayb ka siiyaan dhawr qaybtaas qaadeen naqaf mu'allafatu quluubhum ku quluubtooda soo dumaayo wa fi riqaabi ku adoomada ah qortooda la xoreynayo والغارمين يكو الديموبي الدينتو يكو قولي ديما بدن يالغو ياشيك وحيو باهي مكا الدين تاسي إلا قب بحيو وفي سبيل الله يدن تقود وفي سبيل الله وادن تقود حيا بها قود ومتا كدحايا يالغو بحنايا الجهاد في سبيل الله وعيدنك يساند ديسا يالغو ديارنايا علمك يرقلن ديسا يالغو شقينايا دن تقود وفي سبيل الله سوس جليس وابن السبيل يوقفك مسافر كعب فريضة وقدرتان أو من الله إلهي حجي سكاتل أصناصا أو الزكادة للسينايا وحدات أي قرتين مئها إلهي أكتسى لغسو جانقوي سيداس أكرا سيسيا إذنكو يا للسينايا يددك عن قصة دارينا ما بقى هذا إنت للسينايا وسديد داس قيبوت أي الزكادة لغسينايا وأنا فريضة من الله وأفرال إلهي أقدري وأواجبي والله إلهي عليم الله علم بذن حكيم فلسوبا أيو أهالي ومنهم الذين يؤذون النبي ومنهم حكمة المنافقين تا الذين كوا أيها كمدة يؤذون النبي النبي لبعين كوا النبي لبع أيها كمدة ويقولون ده أن هو سوء أذن وهو البوم مقلاء يعني وقف وهو البسكليس أيضا حكسو دكتالي كوا منافقين تا كمدة يا النبي صلى الله عليه وسلم لبي جرين وحين كله جرين وحى النبي أوها بونين مركز قاركوا حين والسلام حد هنا وإنت سوء نجم مقلاء للجارسية ومركز أونق قبته marka sajallas bin suudin liya xuri waxa la waxaan rabnaa in dhahayna iska wada idinku xabaa ka cabsanina marka wax kasta ka sheegno intaan u tagno ayaan u sheegaynaa waxaan waxasi waxaas sidaas waxa aan u sheegno iska qaadano fuu udhunun saami'a wa dad oo wax maqasha macnaheedu wuxuu ka wada dadka qaar kood markii midan aqligooda la yareynaayo ya xal hebel soomaa hebel wa dhagweyn macnaheedu waxa weyn wax uu kala saari sax iyo khaad ma jireen wixii loo sheegay uu iska qaadan nabiga waxay ku leeyeen marka wixii aan isaga sheegno iska qaadan waa dhagweyn iska dhaaf aydana soo digtay marka waminu waxa kamid aladina ku aya kamid yuuduna nabiga nabiga dhibaayeen way quluna dhahayeen huwa asagu udhunun waa dhagweyn wuu maqlay waxa uu sheegno iska maqli oo wuu naga rumaysan oo wuu iska qaadan huwa way quluhu udhun qulu haatirada udhunu khayrin waa dhag khayr macna khayrka ayuu maqlaa يعني حماتها هي شرطة أي واحد شيء ثان ما مقلعه ما بيوحوا هذا يقول واحد كتير هذا أذن خير دق خيرات أيو لكم إذن كإذن يه يعني خير كأيو مقلع ما بيو حماتها ما مقلع أذن خير لكم أيو إذن يه يؤمن بالله إلهي بأرهمين نبيه ويؤمن للمؤمنين مؤمنين تأرهمين ما هنا منافقين تأرهمين وأجيه النبي صلى الله عليه وسلم وأنا لوش شيء جاية منافقين تنين بين شيء جايان ما كأرهمين ما يه وإسكله يعني بالواجه هيو يعني حلم كيسة يدلقات كيسة يا وحي أوقاتهم إنه نحب فهمينين وحمون أوجين أي أوقاتهم ما كساس ما وحنا بيجو واحد كسر الله شيء إسكما قاتو إسكما رم الإسلام وحقره مايا إلهي قرانك وكسر دجو وإلهي وقره مايا مؤمنين توركا أشياء جان وقاتا وأذن خير وين بيجو ما هنا أذن شر معها فرح يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة الحارس أي الذين آمنوا ويا منكم منك إذا كمل الحارس أيهم والذين يؤذون رسول الله هو رسولك إلهي إبراهيم لهم وحيلين عذاب العذاب أليم أو حنون بدن أيديهم كوا منافقين تاع النبي قال لسانك عرفك كل بعيم أما كوا قال هذا
النبي يد كل دباعي لما أنت خصوصا وضدره والذين يدون رسول الله رسولك إلهي كوا دبا لهم بحيلين عذاب العذاب أليم وحموجي إليهن إلى حد أي قالوا وحيوان إن النبي أي دبان أو أي وحكش الشجام أو مروح يسوى صورة يعني كاركتر أنت يسوى صورة يعني النبي أفل جدلا فيلم أي سبينا يعني وحاسون كويهر يكوا يكوا قلاك إيمان دونا عد الله عد النبي قبتا والذين يدون رسول الله لهم بحيلين عذاب العذاب أليم وحموجي إليهن درس قد ما تنتهي شكوى ديها وصلى الله على سيدنا محمد وعلى الصحابة أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.